السلام عليكم ورحمة الله. الآن بشرح كيف تلعب مابات الوركشوب على روكت ليج بنسخة ستيم. زي ما نعرف إبيك جيمز ما فيها خيار إن يمديك تلعب مابات الوركشوب، بس موجودة طريقة، وهي إن نستبدل واحدة من مابات التريننج بماب وركشوب. الطريقة بسيطة، ركز معايا بالشرح. أول شيء راح أحط هذا الرابط في الوصف، هذا رابط ستيم الوركشوب لروكت ليج. فأنت تخش هنا تكتب على أي ماب تبغاه، مثلا نقول ماب رينجز، نضغط بحث، تختار الماب اللي تبغاه. مثلا أبغى الماب هذا، أدخل عليه. بعد ما تختار الماب اللي تبغاه تروح عند الرابط اللي فوق، تسوي له خيارات ونسخ. بعد ما تنسخ الرابط تروح الموقع هذا، بحط رابطه في الوصف، تلصق الرابط اللي نسخته، راح يطلع لك الماب دايركت. تضغط على كلمه داونلود هنا، تنظر شويات يبدا التحميل معاك، حطه في اي مكان تبغاه وحمله. بعد ما تحمل الماب هذا هو، نجي الان ركب الماب. طبعا تركيب كل المابات زي بعض، ما في اي ماب يختلف عن الثاني. طريقه التركيب، تضغط على ذس بي سي او هذا الكمبيوتر الشخصي، تروح السي، بعدين بروجرام فايلز، بعدين ايبك جيمز، روكت ليج، تي اي جيم، بعدين كوكت بي سي كونسل. تيجي هنا تبحث عن لاب، البدايه تكون بحرف ال، راح تلقاها تحت شوي. بعد ما توصل عند اللابز دور لابز، شرطه تحت اندر باس، شرطه تحت بي دوت يو بي كي. اذا صرت انت هذا الملف خليك معلم عليه كذا واخفيه. الان تروح عند الماب اللي حملناه، تشغله او تفتح الملف. راح تجيك ثلاثة أشياء. أول شيء الـ VDF هذه أسحب عليها، والـ PNG ما تحتاجها، اللي تحتاجها فقط آخر واحد اللي نهايته UDK. الآن نحط هذه على جنب كذا، نرجع عند الملف اللي أخفيناه، وهذه هي معلمين عليها، تمام. الآن نجي عند الـ Underpass عشان ما يضيع علينا الماب مستقبلا، نحط أي حاجة قدام، مثلا بكتب 1 2 3، تمام. قبل ما نضغط اوكي ننسخ اللي قبلها الاسم الاصلي اللي هو لابس شرطة تحت اندر باس شرطة تحت بي، تضغط عليها خيارات نسخ. بعد ما تنسخ تضغط موافق او اوكي. تيجي عند الماب اللي احنا حملناه، هذا هو، قبل النقطة تحط اندر باس، يعني تصير لابس شرطة تحت اندر باس شرطة تحت نقطة. اليو دي كي امسح الدي وخليها بي يو بي كي كذا، تضغط انتر، راح يجيك الماب بهذا الاسم بالتحديد. تجي تسحب الماب وترميه هنا، راح يجيك كذا، وهذا هو الاحتياطي هنا. الان تقفل الملفات وتروح تشغل روكت ليج. بعد ما تشغل روكت ليج تروح بلاي، بعدين تريننج، فري بلاي، هنا تختار ماب اندر باس. راح يجيك ماب ثاني، اقعد لف لين ما تلقى ماب اندر باس، تدخل على الماب. لما تدخل راح يجيك الوركشوب اللي انت اخترته، اي وركشوب راح يزبط معاه، كلها نفس الحركة، تغيير الاسم فقط لا غير. الان الماب بيقعد كذا الين ما تحدث اللعبة. بعد ما تحدث اللعبة راح تحتاج انك تركب الماب من جديد، واذا بغيت تغير الماب تقفل اللعبة بالكامل. بعد ما تقفل اللعبة تدخل على نفس الموقع، تختار الماب اللي تبغاه. مثلا ابغى العب انا اليوم هاف بايب، تكتب كذا، تضغط انتر، هذا هو الماب اللي انا ابغاه، تدخل عليه، تروح عند الرابط اللي فوق، تنسخ الرابط، تروح عند الموقع الثاني، تحط الرابط، تضغط كلمة داونلود. بعد ما يحمل معاك تشغله، تخليه هنا على جنب، تروح هذا الكمبيوتر الشخصي، بعدين السي، بروجرام فايلز، ايبك جيمز، روكت ليج، تي اي جيم، كوكت كونسل. تيجي هنا تدور عند الماب اللي هو نفسه لابس شرطة تحت انتر باس شرطة تحت بي. بعد ما توصل عند اللابس هذا هو الماب اللي راح نغيره، هذا هو الماب الاول غيرنا اسمه، خليه زي ما هو لا تعبث فيه. تروح عند الماب هذا، تصغر من هنا، هذه كلها تسحب عليها، تجي عند الـ UDK، تجي هنا تنسخ الاسم من قبل النقطة، خيارات، نسخ. بعد ما تنسخه تجي عند الـ UDK هذا وتغير الاسم من يسار النقطة كذا، تحط underpass، تغير هنا الـ D، تحطها P، تضغط Enter. تجي الآن تحذف هذا، تسحب الجديد، تحطه هنا، تروح تشغل اللعبة مرة ثانية. بعد ما تشغل اللعبة كالعادة Play Training فري بلاي، تروح عند ماب الانتر باس تشغله، ودايركت بدخلك في الماب الجديد اللي انت تبغاه. وبكذا انتهى الشرح. اذا عجبك المقطع اعطينا لايك، خذ لفه على القناه، راح تلقى مقاطع تعجبك ان شاء الله.